يعني ميسان، ضمن جولتنا على بعض من التقارير يلي بتبث الطاقة الإيجابية، نحن وقاعدين بالبيت كتير كلنا عم نمل، وكلنا مع يعني هيك في وقت مقتول عم يكون عم نقضيه على الفيسبوك، عم ناخد طاقة سلبية. بالنسبة لي أنا صار عندي الفيسبوك عقوبة، أو الانستغرام أو السوشيال ميديا ككل. كيف فينا نستغل وقتنا الصح؟ يعني شفنا صبايا كورال، الكورال جاردينيا، شفنا ناس كمان تانين كيف عم يقضوا وقتها. حتى في مبادرات كثيرة من مساعدات لغيرنا، لجيراننا، أنه تعملي طبخة وتوزعيها. في كثير أيادي خير عم تصير ضمن قعدة البيت من شباب ومن صبايا. يعني خلينا هيك نكون أكثر وعي ونضل بالبيت ونعمل حملات نشترك فيها، يعني نستغل وقتنا بشيء كتير حلو. ولحتى نحكي عن استغلال الوقت الصحيح وإدارة الوقت وخاصة بهي الظروف مشان نضل قاعدين بالبيت، بدنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ المهندس عمار دلول. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. يسعد صباحك يا رب أستاذ عمار. يعني اليوم نحن في مثل ما قالت ليا في أوقات عم نمضيها بالبيت، في عالم عم تضطر أنه هي تشتغل من البيت، وهذا الشيء يمكن فينا نقول عنه إيجابي لأنه هي ما عندها هذا الوقت المقتول اللي هي عندها وقت معين لحتى تشتغل فيه بالبيت. في عالم لا. اليوم خلينا نحكي نحن عن موضوع إدارة الوقت أو استغلال الوقت لإدارة العمل داخل المنزل. تمام. حقيقة هو إذا بدنا نقسمها القصة نقسمها لشقين مشان يكون القصة أكثر واقعية. في مهن بالأساس هي مهن فكرية وخدمية ممكن العمل عليها من خلال المنزل، لأنه أصلاً حتى لو كانت مكتبية حتكون جزء كبير منها عمل على كمبيوتر أو لابتوب أو موبايل أو كوميونيكيشن. مثلاً اللي بيشتغل بياخد مثلاً علاقات عامة، ولا بيشتغل حسابات مدير مالي، أو بيشتغل بإشياء العلاقة بالتسويق الإلكتروني أو شيء. فهذا أصلاً حتى لو كان بالمكتب وقت كبير من شغله عم يكون تليفونات ولابتوب. اللي بيشتغل ديزاينر مثلاً بيشتغل بشيء، فهذا أوريدي ما عنده أي مشكلة. صفى الفكرة أنه هو أول شغل يحسس حاله بالبيئة أنه يقدر يقنع حاله أنه هو بدي بوقت شغل. فصفى بده يعزل حاله بضمن البيت نفسه، حجر ضمن الحجر، ويحط حاله ضمن بيئة أنه هو بدي يشتغل. وطبعاً بده يكون دائماً، أنا كل مرة نعمل أي شيء إيفنت بشدد على قصة أنه يكون واحد حاط لحاله to do list، يعني انه يحط ليستا لاشياء هو اوريدي بده ينفذها ويعملها، ويحطها على ورقه وقلم بينفذها من نفس الموبايل اللي عم يكتئب من خلاله بالفيسبوك. ممكن يستعمله نفسه ليقدر يقدم منه خدمات، وصار في تولز كتير او ادوات كتير على الانترنت تساعده بالتواصل بالاشياء. يفوت يعمل، يمكن بيعمل مينتننس او بيعمل تصليحات لشي كمبيوتر، بيقدر يفوت من بيته يساويها. كتير في خدمات صارت قدرانين نعملها من المنزل. هذا ما بظن عنده كتير مشكلة، بيقدر يقضي من وقته. بس اللي النصيحة المهمة انه يقلب القصة عكسية. يعني كان فكرة انه يقضي اكتر وقته صباحي بالمكتب وبعدين يكون بالمنزل، لمجرد الشعور انه هو محجور فصار يتضايق انه والله انا قاعد بالبيت داخلي ما بعرف ايش. فيقلبها، يمكن يكون الصباحي يعمله مثلا، ممكن يعمل جولة طبعا بشكل فردي مشان موضوع الانتقال الوباء هذا، وانه يمشي مثلا يعمل رياضة وينقل وقته مسائي ليشتغل من البيت، فبيضيع جزء من البيت، جزء من وقته صار ضمن البيت بالشغل. هلا في شق ثاني اللي هو المهن اللي هي يدوية، اللي هي ممكن مثلا تكون حدا بيشتغل بامور مثل سباك ما بعرف اشياء هيك، فبالتالي هدول الشغلات بدها اصلا وجود شخصي، يعني ما بيقدر يشتغلها من البيت. ولكن اللي بيقدر يعمله من البيت يستغل هالفتره لينظم اليه عمله، يعني بدل ما انه كان يتكل لحتى بالصدفه حدا يدق له ليقدر يجيب مثلا شغل ليقدر يعمله، يستغل هالفتره لينشئ من خلالها مثلا صفحه فيسبوك له، ويضيف عليها عالم مثلا اذا كان هو بيشتغل بشغله هي مهنه مثلا ضمن قطاع الهندسه، وليكن هو بيشتغل بدهان مثلا، فممكن ينشئ لحاله صفحه فيسبوك ويضيف عليها كل المكاتب والشركات الهندسيه العامله، ينظم عمله، وبالتالي صار على الاقل استفاد من هالوقت والفتره لبنى شبكه سوشيال حقيقيه، مو يضيع وقته يشوف اخبار الكورونا، شبكه عمل حقيقيه بحيث انه من خلالها يقدر ينظم شبكه علاقات، ينشئ من خلالها سكيدجول للشغل على الاقل الصباحي اللي عم يطلع فيه. يعني اذا كان عم يطلع صباحا
يقدر ضمن القطاع الجغرافي اللي موجود فيه. مثلا اذا انا والله موجود بمنطقه اوريدي مسكره بضمن فتره الحجر، فما قادر اطلع باتجاه مثلا فرضنا منطقه ثانيه اشتغل، فعلى الاقل انشئ شبكه ضمن هي المنطقه من خلال السوشيال ميديا، العالم طول الوقت قاعده عليها، وافتح شبكه علاقات انشئ من خلال عمل اقدر اعمله بشكل صباحي ليعمل لي ايراد بالطريقه اللي اقدر انا ضل عم بشتغل كمهنه فيها صباحيا، لانه حفظت الحجر صباحيه. على الاقل اذا ما كانت موجوده هلا كون نشات شيء لقدام، في حال مرحله ما بعد الحجر كون استفدت من الوقت لنظمت الامور. هلا في عالم بتستغل الامور باتجاه انه انا بدي اتعلم شيء جديد، يعني انا اليوم مثلا بشتغل شيء مهنه فكريه او مهنه يدويه وبدي طور عملي بحيث انه استفيد من الفتره، اعتبرها فتره بريك للتطوير الفكري او المهني، فممكن استفيد من هالوقت انه احضر يوتيوبات اذا ما جا بالي اقرا، لانه نحن عادة شعوبنا ما كثير بتقرا، ما كثير بتحب يعني. فعلى الفيديو على اليوتيوب انه مثلا كيف فيني ما بعرف انشئ شيء جديد بمهنتي، فاكيد حلاقي فيديو، اكيد حلاقي حدا حاكي عن القصه يوتيوب، يمكن بعض الطلاب بيتعلموا لغه ثانيه، ما بعرف حدا من الطلاب ريموتلي بصيروا بيدرسوا بعض، مدرس بصير بيتعلم كيف يدرس من خلال منصه الكترونيه بدل ما يروح يعطي درس خصوصي، يكون اوريدي عم يضيع قد وقت الدرس اللي بيعمله بالطريق ليوصل، صار يعلم الطالب تبعه كيف يعمل يدرس اونلاين من خلال منصة الكترونية او الانترنت مثلا. استاذ عمار خلينا هيك نحكي عن الناس المياومين بكسب قوتهم اليومي. صحيح. يعني في كثير ناس هن اذا ما اشتغلوا يومي ما بيكسبوا مصاري، قاعدين بالبيت، اولادهم قاعدين بالبيت، صار في عليهم ضيقه وخنقه. صحيح. هون كيف فينا نحن ننظم وقتنا الطريقة الصحيحة؟ كيف فينا إذا ما عنا هالتكنولوجيا الكبيرة بالبيت أو ما بقدرتنا يكون عنا، خلينا نحكي كيف فينا نحن نكسب مهنة جديدة نوزعها على العالم نحن وقاعدين بالبيت؟ كيف فينا نشارك بمبادرات؟ كيف فينا كمان نساعد غيرنا بحاجة لنا ونكسب حتى لو مصاري بسيطة؟ ومع التنويه أنه نحن مو بس بسوريا، هلأ كنا عم نحكي تحت الهواء بكل دول العالم. صح. الحظر عام. صح. ونحن بألف خير كمان. صح. عن تجاه غيرنا. أوروبا وهيك نحن كتير منيح، بس الفكرة وين؟ الفكرة أنه أنا اليوم لما عم بحكي عن حدا من الأشخاص اللي هو ذوي الدخل المحدود، خلينا نسميه اللي هو إيراده بشكل يومي أو أسبوعي وبيكسب قوت يومه بشكل يومي، هذا أكيد ما حنوجهه باتجاه مبادرات طبعاً. لأنه أوريدي هو ما عنده، أوريدي هو بده مبادرة تساعده. فما رح وجهه باتجاه مبادرات، ولكن في مبادرات إنسانية هو يقدر بتوصيل سلال غذائية أو بمساعدة حدا مريض مثلا، فهو يكون مو عم يعمل مبادرة، ولكن هو يمكن يقدر من خلال علاقات ينزل تحت مبادرة، وبالتالي اليوم حيستفيد من هالمبادرات أنه يكون هو عم يأمن عمل بديل رديف ليعمل عملية دخل، وبنفس الوقت عم يكون عم يستفيد من هالمبادرات، لانه انا بشوف اليوم حسب اللي شايفينه وشفت، يعني عملت اليوم انتروداكشن لكذا مبادره انتم بال او مدخل لكذا مبادره شفتوها هلا الصبح، وكل يوم كلياتنا عم نعيش بالبلد وعم نشوف انه في كثير مبادرات. انا شايف انه في حجم مبادرات انسانيه، تفاجات انه قديش عن جد في عنا ببلدنا عالم محبه لهي المبادرات لما عن جد صار جائحه. يعني اليوم عن جد حسينا في عالم، يمكن اكيد حضرتكم وكل حدا منا شاف عالم حواليه تفاجئ انه فعلا فاتت دغري على المبادرات الانسانيه، اما من مثلا خلينا نقول من مخزونه الخاص يعني مدخراته وبلش يعمل فيها شيء، او لا فعلا هو حاول من خلال جمعيات ومن خلال ما بعرف ايش يعمل شيء. فاليوم هدول الاشخاص الاحسن اليوم والاسرع مشان يقدروا ينشئوا شيء، لانه ما حيلحق يتعلم ويشتغل. اليوم عم نحكي عن ايام مو عن اشهر، فانا ما حقدر اليوم اتعلم شيء بكره اشتغله، ما حتزبط قد ما كنت انا سريع بقابليه التعلم تبعي. وبالتالي اليوم الافضل لا دغري انضم لتحت مبادره. مثلا اذا انا مثلا ببيع منتج معين وليكن خضار او ما بعرف عندي عربيه قهوه كنا عم نحكي عنها او شيء، فممكن من خلال مبادره انا اشتغل هالخدمه هي، ولكن من خلال توصيل شيء هالخدمه نفسها تحت مسمى معين. يعني مثلا اليوم اكيد لما عم نقول وزاره التجاره الداخليه عم تعمل سيارات مثلا توصيل مؤسسوري، فهي اكيد ما عندها الامكانيات لكل السيارات وكل السائقين وكل الخضرجيه وكل ما بعرف اشياء ضمن الوزاره، فاكيد عم تستعين بمتعاقدي
مثلا، هذا المتعاقد عم يجي بسيارته يوصل اغراض للسوريه للتجاره ما بعرف اشياء. انا متاكد انه في عالم مثلا نفس الشيء على مستوى الخبز، على مستوى المواد الاوليه، على مستوى توصيل المخازن نفسها، على مستوى يمكن التحميل ما بعرف اشياء. خلينا نقول هي الشغلات اليوميه للاشخاص ذوي الدخل المحدود اللي بيشتغلوا بشكل جهد شخصي. فانا بشوف انه بكل منطقه وبكل حي حيكون في مكان في مبادره، فهدول الاشخاص افضل شيء يكون عم يستفيد منهم، لانه اليوم عندك اشخاص اللي هن خليهم يشتغلوا بالمهن الفكريه اليوم مضطرين عليهم اكثر من قبل ليسيروا الحياه الاداريه، كونه اليوم بتعرف المؤسسات صارت عم تشتغل بنظام شفتات اغلبيتها ان كان قطاع خاص او قطاع عام. فهدول العالم نحن بحاجتهم كثير لتسيير امور اداريه، حتى العصب الاساسي بالبلد يضل شغال اللي هو الامور الاداريه اليوميه كمؤسسات دوله ومؤسسات خاصه، حتى العبء على الدوله اليوم اكبر بمؤسسات الدوله. فخلينا نستغل هدول الاشخاص اللي هم خزان بشري خلينا نسميه ليشتغلوا الاشياء هدول اليوميه لمكافحة الجائحة، ومشان نحن نساعدهم كمان ونكون معهم لحتى يمكن يتخطوا هي الفترة اللي بتكون الأصعب عليهم. اليوم في كثير عالم هي قاعدة ببيتها بلحظة من اللحظات عم تفكر أنه هي تغير عملها أو فكرت أنه تستثمر هذا هي القاعدة بالبيت لحتى تطور بعملها أو تغير عملها أو تعمل شيء جديد فيما بعد كورونا. يعني خلينا نقول كيف هدول العالم بيقدروا ينظموا أفكارهم، ينظموا جدول أعمالهم لحتى يقوموا بهذا التغيير اللي هن ما كانوا عم يلاقوا الوقت ليقوموا فيه. كتير حلو، هاي الفكرة كتير مهمة وهي لحالة لازم نعمل عليها كتير حلقات بحث حقيقة. اليوم كتير منا بيشتغل بشيء هو مضطر يشتغله لأنه لقى حاله قعد بهالمكان وتطور فيه وقدر يحقق، ما بيقدر ينسحب منه. تمام، وما عم يحقق دخله منه الحقيقي، إن كان دخل واطي أو عالي بغض النظر، ولكن هو كان الايمج تبعه او خلينا نقول الهدف تبعه الفيجن تبعه غير هيك. فهلا هذا الوقت المناسب انه يروح. انا مثلا لو فرضنا حاب طور حالي بمجال ما بعرف المواقع الالكترونيه وليكن مثلا، فانا قادر اليوم بهالوقت حط فوت على مبادئ كيف ممكن انشئ هالموضوع هذا، وروح احضر عنه شويه فيديوز، اقرا عنه شويه شغلات، وانشئ عنه حاله عمل بزنس كيس. يعني هلا وهذا المهم باي قطاع، يعني شو ما كان انا بدي اشتغل اخر شيء اذا ما في بزنس كيس، يعني ما في حاله عمل اقدر من خلالها اطلع ايراد ومصاري، فما بهم اذا تعلمتها. يعني تعلمتها اوكي كثير حلو بعرفها، وبعدين باخر شيء بدي احقق من خلالها عمل وايراد. فبالتالي اليوم بدي اقرا شقين دائما، الشق اللي هو الشيء اللي انا حابب اتعلمه اجباري، ان كان مثلا حابب فوت بمجال الاعلام مثل حضرتكم، بدي اقرا كيف ممكن تكون العمل اذاعي تلفزيوني ما بعرف اشياء تقديم البرامج كيف بتصير القصه كلها اونلاين موجوده. يعني 100% هلا دائما معهم بدي رافقهم اجباري شو ما كان القطاع، كيف ممكن ابني منه جدوى اقتصاديه او ماليه، كيف بحقق منه ايراد. يعني ممكن يجي حدا يشوف على الاونلاين انه انت لتقدر تعمل ايراد من موضوع مثلا الاعلامي روح اعمل مثلا قناه يوتيوب مثلا بجوز، واستعمل كذا 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 لتحقق فيها لايكات، فبالتالي بيجيك ايراد من اليوتيوب بجوز. فاليوم هون الشق المهم دائما مع الشق الاساسي انه كيف انا اقدر اعمل بزنس كيس، اعمل جي مصاري من الحاله، والله جعبالي اعمل تنسيقات ما بعرف اشياء، جعبالي اعمل ديكورات، جعبالي اعمل اعاده تدوير كمان ممكن افكار كثير موجوده، كل واحد عنده فيجن ليعملها. انا مثلا شخصيا بقطاع الهندسه، ولكن انا بحب مثلا شيء له علاقه مثلا فرضنا بالتسويق، فانا هلا فعلا عم بستغل وقتي اقرا عن التسويق، التسويق الالكتروني، التسويق الشخصي يعني الفيربال الورد اوف مارس ماركتينج ما بعرف اشياء. فاليوم هاي يمكن شوي من الهوبيز، ولكن ممكن حقق منا ايراد، فبدي اشوف كيف ممكن ابني منا بزنس كيس زائد انه اتعلم كيف هالاشياء. ولكن هدول اشياء لما بعد الكورونا، مشان نرجع ناكد على الفكره اللي عم نحكي فيها مو بقلب الكورونا. استاذ عمار، يعني خلينا كمان نتطرق لفكره وجود العائله كلها بالبيت، الاولاد بلا مدرسه والاب صح. والام، فهيك خلينا نحكي عن اداره الوقت مع اطفالنا صح. كيف فينا ممكن ناخذ قصص جديده، نتعلم نقوي حالنا نحن واطفالنا، هيك نقعد ناخذ مساحات من الوقت من اجل نتعلم رياضيات، نتعلم لغات ثانيه، نتعلم رسم، نتعلم كثير قصص مشتركه مع العائله. هلا حقيقه كمان هي لحالها إلى طريقة إدارة، وهي إدارة العائلة. يعني
بس ولكن اليوم عندنا وقت طويل بالبيت، يعني عم نقعد مثلا فرضنا هلا الحجر من 6 واحيانا عم يكون 12، ففي وقت طويل. فاليوم هدول الوقت اصلا بالشكل الطبيعي الواحد عم يلاقي حاله بمكان معين، وصل لمحل انه انا مالل والله قاعد ما في شيء اعمله. لا، في شيء تعمله، انه انا اليوم اذا كان في اطفال ممكن اقسم وقتي معهم، او العائله نفسها قسم وقتي معها. هلا مستحيل الكل قعدهم مع بعض لساوي شيء، لانه هي يعني احنا بنعرفها بالمنطق وبطبيعه جيلنا وطبيعه وقتنا صعب، ولكن ممكن قسمهم على تباعا، على مثلا هذا الطفل بتوجهاته بيحب مثلا الانيميشنز، مثلا اللي ممكن احضر معه فيلم انيميشن، مضر يكون بس رياضيات، لانه حتى شغلات الانيميشن او الافلام بتوسع المدارك لدى الطفل، فبتوسع له مداركه، بيصير بتفكر بتشوف هيك قالوا بالفيلم، لا شو رايك نعمل هيك، شفت كيف لما فكر مدري شو عمل اختراع ما بعرف اشياء. بنفس الوقت ممكن نفسه تخليه يدرس دروسه تبع المدرسه بالبيت. وفي كثير مدارس انا بعرفها بلشت تبعت تعمل جروبات واتساب على الواتساب بين الاهالي وتقول لهم شو يدرسون بشكل يومي، وفيديوهات اونلاين كمان عم ينزلوها على صفحاتهم على الفيسبوك 100% بعض المدارس يعني 100% للطلاب. فنعتبرها ميني مدرسه بالبيت. وهو انا اول شيء ذكرت شغله كثير مهمه، خص الزاويه، لانه اليوم لما تكون دائما كلياتنا متعودين نقعد مع بعض بمكان مثلا لفرضنا هو اوضه الصالون او شو ما بعرف شو بنسميها، كله بيحط اغراضه وبيفرش كله، وكل واحد ماسك موبايل، واحد قاعد على الكنبايه، واحد شاغل تلفزيون، واحد حاطط كرتون ومعلي الصوت ووطي الايباد وسكر. فاليوم لا، لازم نخصص الزوايا، يعني اليوم زاويه بالبيت يمكن تكون بغرفه النوم، هاي الزاويه نعملها للشغلات الجديه خلينا نسميها. يعني اذا كان في طفل نجيبه على هالزاويه نقعده هون، بدنا نقعد نقرا، سكر الباب نقعد نقرا. اذا كنت انا بدي اقعد مثلا اعمل شيء اقدر اقعد فيها، اذا كان حدا بده يجي من اهل البيت يحس حاله طلع من بيئه الحجر ليقعد يعمل شيء خاص فيه، يقرا كتاب اذا بحب كتاب، ان شاء الله بده يفتح فيسبوك بس مو كورونا، يعني يفتح اشياء يمكن حتى انترتينمنت يقدر يقعد فيها. هي شغله كثير منيحه لقدر نطلع، لانه بس عم نقعد فوق بعض كلياتنا عم نضوج، وهذا عم يصير مع كل العالم، يعني مشان ما نخصص حدا معين عم ندوج وندوج بعض. كمان وبالكورونا يعني بختام حديثنا خلينا نحكي هيك نصائح اخيره بتحب توجهها لكل العيله يلي عم تحضرنا من الصغار والكبار لاداره الوقت. حقيقه انا باكد دائما انه يكون في كل واحد عامل لحاله مكان مثل اجنده او ورقه بكل اريحيه يكتب فيها الافكار اللي بتطلع معه وينظمها على ورقه ويرجع يراجعها قبل ما ينام، يرجع ثاني يوم عيدها من اول وجديد ويرجع يتابع هالنقاط، لانه هي النقاط كثير مهمه ليطور حاله. يعني انا اليوم حتى ست البيت اذا حابه تتعلم يمكن طبخه جديده بدي تحط على ورقه انه انا بدي اتعلم هاي الطبخه، وبكره ما بعمل شيء غير الاكل، على كلياتنا عم نتعلم طبخات جديده ليها الحلو والاكل اكثر شيء يمكن. صحيح صحيح. نعم يعني شكرا كثير لك وللنصائح اللي قدمت لنا اياها، بنتمنى من كل العالم صدقا انه هن يستثمروا وقتهم بشكل جيد. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا كثير لك.